akidete bağlı. العالم الخبير هو جوز المدبر القدير السميع البصير اش تدعوت اش كنت اسوش خوز جوز جوز اسد هو يعني العلي الكبير رزق وحوز يعني اناش تحت وقته وانه دوكتيش ديش بالخايا دوغ وانه فوق عرشه المجيد بذاته شي ذات ثاني يعني شي نبصرت ايران حل مالك الصغير اللي سوف يحصل ديال الجوق كما يقول قرطبي الاسماء والصفات دعاس ديال شكون تاجوت الشر ديال تجيد القضاء ديال ايران قرطبي جوق مفسر وجوه قرطبي جوق خزاني من جاي خزا تجين شو هذا يعني ابن ابي زيد القيرواني الله الشي ذات ثاني نبصرت تون الشي ديالنا عرش الدهبي يعني حين شنا روح نوخت شي ذات ثاني علو بذاته يعني تصريح ده اوكو صورك عاوصة بودا يعني صوفش قاعدو بنا اسمع بعشة اتقاد شوز از ابن تيمي ابن تيمي خيط سواش از دوبي عاو مطمعنش نعيم يحي نعيم ابن حمابي صدف اخو موجو نعيم ابن حمادو يعني حمزة ابن عبد البرزة الاستذكار يعجو جي التمهيد يعجو جي جين شو حد وضعه واحد حل على قرين كان الله ولا ما كان وهو الآن على ما عليه كان يعجو جي قمي عضي الله خنو موثق خنيات استمع لي على طول عادي تصدق قام يقصد يعني الفرق بين الفرق عشان تجين شو عاد جدوع عنه تعق إسناديات مستمع لي سن إسنادي لي إزاي يسوع زيادة على الموضوع زيادة على رد تجين شو يلي حلا خلص تحمل مهتي قصة على إسنادي وش زي حلا خلص إبراهيم والله إذا حمل أبو داود حدثنا حل أبو داود تجين شو حلو شو إسنادي مالك يطلع الموضوع هذا يعني حد طال أبو داود أبو داود يوحنا 303 شي مسائل أخذ جينجو حدثنا أحمد إمام أحمد بن حنبل ودي ترسوك فاك قال حدثنا سريج بن نعمان ودي ترسوك قال حدثنا عبد الله بن نافع ودي ترسوك قال يبرك جدي أنا عزو التراجم مش حاجة دي يعني جرح التعديل علم شو جدي وش يعني إسلام في دي زرن تبوش كدي ويحضر بيحتج إكر تما يوجو إسلام دي إكر تما يوجو إسلام دي يعني هلا تشو أخم دي يعني أبو داود دي يعني سو إمام أحمد دي سر إمام أحمد يوخ سوق سريج بن نعمان دي سر سريج بن نعمان يوخ سوق عبد الله بن نافع دي سر عبد الله بن نافع يوخ قال مالك مالك ويا روح المحشين فزات الله في السماء الله سجن نشبه واحد سجن نشبه رقع روح الأعمال وعلمه في كل مكان علم مصد وجل مهدي يدحن لا يخلو منه شيء تدير علمه يعني تطب موتك خير يعني مش عاد واضح طبعاً إبراهيم جهم يدش ده ديال عرش ده خورا إن كلوا يج مهدي كتار تبار تج مهدي تبار بتشو ده وضعه تو صح شو الله تاني يعني إمام الذهبي شو العلو العلي الغفار يعشر شو جاي العرش يعشر شو الله جاي الله عرش ده خورا شو جهم يدش ده تج ده تمهدي كتار كل ما نشوف حرب ابن إسماعيل كل ما نشوف إما لا يسمع إسماعيل طبعا تسوع تسرى أبو داود الشجر من ديسالي وهو يوخ حدثنا أحمد بن حنبل من ديساتخون قال حدثنا سريج بن نعمان من ديساتخون من أبو بن نافع من ديساتخون إمام مالك ويقول أن الله تبارك وتعالى في السماء ورزوح وشو الله سجن اشتقع وعن وعلمه في كل مكان سنعلم ما السده وشو مهتك يدعن يعني استعدعن أن إمام أحمد أوتشينكو ديان إمام أحمد مدعمو ديان حقيد ديان وشو عقيدة يردعن إمام أحمد وإمام أحمد مجسم ويعشنا من بيوي إمام أحمد واري عبد الله سعيد فودا واحد يعني شيء جين شو إمام أحمد واري يعني ديال قوة مختلفش كانوا يعش إمام أحمد يديزل إيش إرز دين غلط ده قال الله يعني قال إمام البخاري كن خلق أفعال العباد يا جي خزالي خزالي استنصص بشوية إبراهيم يرسم خبر عتق شيكو شيكو مش مشت حلو أربعة وجبة ما غاز بحث يا أشلي أنا تبع ميسو يا بس ميسو بس سنة دي أبو خالد شن سنة جاي دير حال وجين شو قال محمد بن يوسف حال يرد إيه ليه وجوه نسا إمام البخاري شو يا روح نيوخ إمام البخاري شو يوخ يعني وقال محمد
بن يوسف محمد بن يوسف وآلسه وقال أندل جوسك إن الله ليس على عرشه فهو كافر. الله عرش ده واحد يعني جوسك كافر واحد إمام بخاري إمام البخاري شجيد قد عليه إمام البخاري شجيد عليه بيسة بيرو أسبوع بيسة بيرو أسبوع ومن زعم ده وقت ده أندل جوسك دود يعني جوسك يعني جوسك أن الله لم يكلم موسى موسى تقلع ده تحت جوسك فهو كافر وإسكرس واحد حبي من إسماعيل الكرماني خزر يعني الإمام أحمد مطع وقص الإمام أحمد يجي هذا الإمام أحمد مطع وقص من بس رست الإمام أحمد يقول أكيد تحيد سسبوس ده مالك التميمية هو بعشر دقيقة رازم سوش حكاية ده إيش تيوخر الإمام أحمد ويعجوا هو أبو ما التميمي شد يعني أكيد إيش شو بخش الحياة سيوي إمام أحمد وعلي أبو سوي هذا كتاب السنة دش ده أكيد إيش شو بس بخش الله سنة بعد كذا بس بس إيه رأسي تشت سكز سووش أخوان أصفي عليهم يعني والله يعني مرت ليهم وما بيشهم ده إبراهيم ليهم مرت صخر وش سوزي من أخوه وار هني أشوف هاد خوكي كيف هاد أشوف بس يقعدنا في مبيع أصبح وش جوا على دي أنا أخا شامل أو سكنة أو زعيم خزامي هذا أو زعيم خزامي شو ستون كيسات سيدمون بدو هيجي بعطوك على أو زعيم شو كنا تخدر يوخ كنا تخدر من والتابعون متوافرون تابعون جبلوش بلوش بلو بلوش مش تابعون جبلو بلوش سنجيخي نقول والش إن الله عز وجل على عرشه بطل بغدوش الله شي عرش تعوحن ونؤمن بما وردت به من صفاته سن صفاتك حدين دو ملوش دو حمد سن إمد لغا يقنا الحنو ديسا توان إبراهام بيحق يجو ديسا توان بيتسو ترناس بسنين سبيروخ تور أديسا دوش دو بيحق يجو جي شوالخ إمام الدهب يجو تذكرة الحفاظ يجو جي إن شاء ديسا توان في الوقت 180 في